اهلا وسهلا بكم الى هذه الجلسه التي ستتحدث فيها عن الروبوتات وهل الصحفيون كائنات منقرضه. قبل البدء بهذه الجلسه اجرينا استطلاعا وشعر الكثير من الناس ان الصحفيون لن ينقرضوا وبالتالي سوف نرى كيف ستتغير هذه الاراء لاحقا. اسمي إنغريد سيلفا وأنا أعمل في ريد سميث، وريد سميث هي مؤسسة قانونية دولية وأنا متخصصة في الإعلام الرقمي. لدينا متحدثون رائعون لديهم باع طويل في مجال الذكاء الاصطناعي ومن النادر أن نأتي لهؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون وسيتحدثون عن هذا الموضوع المهم. سوف أطلب من السادة أن يقدموا أنفسهم والمؤسسات التي يعملون فيها ومعرفتهم بالروبوتات و الذكاء الاصطناعي. علي شا وأنا أعمل في البي بي سي وعملي مرتبط بالتكنولوجيا والتحولات التي تطرح على البي بي سي وعلاقتها بالتكنولوجيا، وأنا شغفي منصب لمساعدة البي بي سي بشأن التعلم الآلي فنيا وأيضا كيف ينطبق ذلك على البشر أيضا الموظفين. ماذا عن راينا؟ تفضل. صباح الخير، اسمي رانا كيلهر وأنا أعمل في المايكروسوفت في قسم الترفيه وأنا أعمل مع شركات مختلفة بما في ذلك الجزيرة حيث نطبق الذكاء الاصطناعي على سلسلة التوريد ونوفر أيضا تغذية راجعة في مايكروسوفت لمجموعات المهندسين بشأن متطلبات وشروط الذكاء الاصطناعي. أعتقد أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الصحافة ولكنه سوف يكمل الذكاء البشري. ياسر، اسمي ياسر بشر وأنا أدير القطاع الرقمي بما في ذلك الاتيان بتكنولوجيا جديدة وتحسين عملياتنا، ونريد أن نعزز من بصمة الجزيرة الإلكترونية. والدكتوراه التي حصلت عليها عنيت بموضوع إدارة المعلومات وعلم الدلالات. اسمي أحمد المقارمت وأنا المدير التنفيذي لمؤسسة قطر البحثية، وأنا بطبيعة الحال أعنى بموضوع جودة البيانات. إذا كما سمعتم لدينا متحدثون يمثلون الجزيرة والبي بي سي وأيضا المايكروسوفت، ولا أريد أن أقول أنك قريب من الأكاديمية لأنك تعمل في مجال المال والإعمال، ولكن لدينا طبعا شخصان حصل على شهادتي دكتوراه وهذا جيد. إذا سوف نخوض في بعض المواضيع الشائكة وعندما يتعلق الأمر بهذه التفاصيل يكون لدي صورة واضحة بشأن كيف سيجري النقاش، ولكن اليوم الأمر مختلف تماما. وقال لي المنظمون أن هذا طبيعي، لن ندري كيف ستدار دفة هذا النقاش، ولكن بغض النظر عن الوجهة أعتقد أن الوجهة ستكون مذهلة. ولكن قبل أن نسبر أغوار المسألة ونستطلع المستقبل نريد أن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي الآن وما يعنيه. وعلي بطبيعة الحال في حديثه السابق تحدث عن الذكاء الاصطناعي وعلاقة ذلك بالبي بي سي، ولكن سأطلب منه أن يلخص ما قال. وقبل ذلك أريد أن أسأل السيد راينا، لقد طبقت بالذكاء الاصطناعي على بيئة مختلفة وأيضا ثقافة مختلفة، هل لك أن تشاطرنا بعض التطبيقات الملموسة للذكاء الاصطناعي التي اطلعتم بها؟ نعم، أنا سعيد لفعل ذلك.
طبعا هناك طيف واسع يمكن أن تعزز تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلاله. إذا ما أراد الصحفي أن ينظر في محتوى ما فإن الأمر يتطلب جهدا وعرقا ووقتا، وبالتالي فإن محاولة استخلاص على سبيل المثال جزئية ما من محتوى ما ومحاولة معرفة الكلمات المفتاحية والمزاج العام وما شكل ذلك يمكن أن يؤتمت من خلال الذكاء الاصطناعي، وهذا يجعل الأمر سهلا للبشر لكي يصلوا إلى مبتغاهم في ما يريدون أن يبحثوا فيه. هذا هو المجال قد بدأ بالنضوج وقد رأينا التطبيقات بالفعل ملموسة. هناك مثال آخر هو البنما بيبرز، أوراق البنما وتسريباتها، وأيضا الملفات الخاصة باغتيال جي إف كينيدي. هناك 100,000 من الوثائق كان بطبيعة الحال صعوبة بمكان قراءتها كلها. أما الذكاء الاصطناعي فيمكن أن يساعد على غربلة هذه الوثائق. هنالك ما يسمى بالانتيتي لينكن سيرفيس، وهذه الخدمة نعتمد عليها لكي ننظر في الأوراق الممسوحة ونحولها إلى نص يمكن قراءته عن طريق الحاسوب، ومن خلال الحاسوب ننظر في مفاهيم رئيسية ومفتاحية ومن ثم شبكة دلالية نربط فيها هذه التفاصيل، وهذا يساعد الصحفيين في غربلة هذه الوثائق والوصول إلى مبتغاهم. أي شخص ارتبط مع أي شخص، وكيف يمكن غربلة هذه التسريبات، أين هو الموقع وما هو الموضوع وما شكل ذلك. إذن في حالة ملفات كينيدي كان من الممكن للصحفيين الذين استخدموا برمجياتنا خلال ساعات لفهم ما هو محتوى هذه الملفات الضخمة. إذن هذان مثالان. إذن هذا بطبيعة الحال تعديل على المهمة التي كان يطلع بها البشر، ربما أصبحت أكثر نجاعة. نعم نعم، هي طريقة أتمتة صحيح، ولكن كما قلت في البداية هذا يساعد الصحفيين ولا يحل محلهم. هناك مثالان إضافيان فيما يخص استحداث المحتوى. الأسوشيتد بريس على سبيل المثال لديها فريق مراسلين يرفعون التقارير بشأن شركات مدرجة في البورصة الأمريكية، وقد قاموا بذلك على نحو يدوي دائما وأبدا، وكانوا يكتبون 300 منها ويغطون الكثير من الشركات. ولكن منذ فترة هناك برمجية اعتمدت لأتمتت هذا الجهد لكي يستحدثوا نسخة أساسية للوقائع، وهذا بطبيعة الحال يعتمد على نموذج وأيضا أسلوب لغوي معين، وعلى نحو تلقائي أو مؤتمت يستطيع الصحفيين أن يضيفوا بعض الأفكار على هذه الوقائع وهذه التقارير. يمكنهم أن يضيفوا بالفعل قيمة ويضع أمور في نصابها و ينظر في على سبيل المثال لماذا انخفضت إيرادات هذه الشركة، ولماذا تكبت هذه تلك الشركة خسائر في الربع الأخير وما شكل ذلك، عوضا عن الغوص في تفاصيل جميع البيانات والحديث عن انخفاض الإيرادات بواقع 15% مقارنة مع الربع الآخر. وبالنسبة لسلسلة التوريد تحدثنا طبعا مع رويترز، ويوسف خالدي تحدث البارح يوسف الخالدي في مشروعه. هنالك مشروع نستطيع من خلاله أن نتفهم قرب هذا الفيديو من الجمهور وبعد الآخر، وبالتالي فإن استخدام هذه الخدمة مميزة. إذن هذه أمثلة ثلاثة أو أربعة لجهة استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة في هذه الأيام. إذن الأمر مرتبط بنجاعة المهمة والأتمتة وربط المعلومات، ولكن ربما هذا غير متصل بوضع لمسات الصحفي الخاصة على التقرير. صحيح، وطبعا هذا
يعزز من خلال غربلة البيانات ومحاولة تساوقها مع انطباع الجمهور. علي، بينما سمعت هذه الأمثلة، طبعا البي بي سي تقوم بأمور مشابهة، ولكن هل تشعر أن البي بي سي تتعدى في عملها هذه الأمثلة؟ أبني على ما قال السيد رينا، في هذه الأمثلة نحاول أن نستكشف الزوايا المختلفة ونضرب توازنا بين الجهة التحريرية والجهة الفنية، أي يجب أن تتداءب الجهتان دائما وأبدا. والسبب في ذلك طبعا ما تحدثوا فيه في مداخلتي هي أن البي بي سي والجزيرة لديهما باع طويل في علوم البيانات والصحافة وما شكل ذلك. أما الذكاء الاصطناعي فهو مستوى مختلف، وما نحاول أن نقوم به هو أن نجمع بين الجهة التحريرية والجهة الفنية. عفوا، إذا أنت تتحدث عن التفاعل بين الذكاء الاصطناعي ربما والجهة التحريرية، هكذا تعكف البي بي سي على تعزيز هذا الرابط، صحيح؟ أريد أن أعود إلى موضوع المسؤولية التحريرية والسيطرة التحريرية. الأمر الآخر هو فهم حقيقة استخدامات الذكاء الاصطناعي. إن محاولة النظر في محتوى الفيديو أو النص وما شاكل ذلك، الصحفيون يقومون بذلك، وهناك برمجيات كالأمازون وجوجل وشركات ناهضة وأيضا المايكروسوفت تقوم بهذا الأمر، تحاول أن تكشف عن بعض التفاصيل في الفيديو، مشهد ما، وما نقوم به وما نجده هو إذا ما كان نجاحك بواقع 80% فهذا لا يكفي، يجب علينا أن نصل إلى الدقة المتناهية. وبطبيعة الحال نحاول أن نضيف بعض التفاصيل الخاصة بالقيمة. إن السياق أمر مهم، وهذا ما نحاول أن نأخذه بعين الاعتبار. وهذه هي تضاريس لم تكتشف بعد، أي المفاهيمية إذا صح التعبير، بعض الأمور في نصابها. دكتور أحمد، أنت لديك طبعا أفكار بشأن البيانات، سوف أنتقل إليك بعد لحظات، ولكن قبل ذلك ياسر، هل لك أن تتحدث عن الجزيرة وما تقوم به؟ هل ما سمعته لغاية الآن يتساوق مع ما تقومون به في الجزيرة؟ نعم، لدينا نقاش داخلي بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحدثوا مع علي في هذا الصباح، نحن لا نهرع لاستخدام الذكاء الاصطناعي بعد، ولكن دعونا نعود إلى الأساسيات. الذكاء الاصطناعي ذو جزئين، وهنالك خوارزميات وهي معدودة، وهنالك أيضا البيانات وهي ضخمة. وبطبيعة الحال لكي تقوم الآلات باتخاذ قرارات، هذه البيانات تولد من طريق البشر، وبالتالي هنالك بعض الانحياز إن صح التعبير من خلال التعامل مع هذه البيانات وغربلتها واستخدامها في الآلات لاحقا. إذا عندما ننظر في هذه الآلة التي لديها بيانات ومن ثم خوارزميات للقيام بمهمة ما، مرتبطة على سبيل المثال بجعل مهمة الصحفي أكثر نجاعة، البحث على سبيل المثال في نص ما كما تحدث السيد، هنالك خطورة مرتبطة بفقاعة المصفاة إذا ما صح التعبير، أو فقاعة الفلترة، لأنك ستستخدم الذكاء الاصطناعي لتأخذ توصياته، ولكن هل هذه التوصيات تكون متساوقة مع عمل الصحفي والبحث الذي يقوم به لكي يكتب عن موضوع ما؟ هذا هو السؤال. هنالك خطورة، ويجب علينا أن نكون على دراية بهذا الأمر من وجهة نظر عملية، من وجهة نظر صحفية، ولكن ليس هندسية أو فنية. هل يمكن للصحفي أن يكون موجودا في فقاعة فلترة إذا صح التعبير ويصل المبتغى؟ أما التطبيق الآخر والذي تحدث عنه سابقا هو التطبيقات التي نستخدمها لمعرفة آراء
الجماهير لكي ننتقي مقالا دون آخر وإدارة التعقيبات ومشاكل ذلك، وهذا أسهل من سلاسة عمل الصحفيين. إذا من وجهة نظرنا من الأهمية بمكان أو من الأفضل أن ننظر، وطبعا ونحن نتحدث مع جوجل في شأن استخدام هذه التكنولوجيات لكي ننظر في موضوع تعقيبات الجمهور والوصاية بمقال يقرأ من قبل الجمهور عوضا عن آخر. أعتقد أن بعض السيطرة التحريرية يجب أن تكون موجودة وراسخة. إذا ما فهمتك فإنك تقول عندما يتعلق الأمر بتوليد الأخبار هنالك درجة من الانحياز. نعم بالطبع، لأن هذا يعتمد على الإدراك البشري، وبالتالي الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون محفوفا بالمخاطر. أما الأمر المرتبط بالشق الآخر التعامل مع الجماهير أو نعم سيكون أمرا مختلفا. لا يتعين أن يكون مؤتمت 100%، ولكن يجب لليد التحريرية أن تكون لديها قرارات تعتمدها. نعم هنالك نقطتان. أولا الإيقاع مهم للغاية، ولا يتعين علينا أن نسرع في تبني الذكاء الاصطناعي إذا ما كنا جاهزين، هذا أولا. ويجب علينا أن نقر بأن بياناتنا هي قوتنا والموظفون هم قوتنا أيضا، هم الأدوات الفاعلة. أنا أتفق تماما مع ما قاله السيد، ولكن بالنسبة لنوع التحديات فهذا يختلف بين مؤسسة وأخرى، لأن الجهة الفنية يجب أن تتداءب مع الجهة التحريرية. لا يمكن على سبيل المثال أن نغلق الباب ونركن ونستكين ولا نحاول، بل يجب أن نستكشف المسألة ونقول على سبيل المثال إذا ما كان لدينا كفايات وقدرات يمكن أن نعتمد عليها للوصول إلى مبتغانا لكي نتجنب الثغرات في المؤسسات الأخرى. إذا نحن لا نريد الذكاء الاصطناعي من أجل الذكاء الاصطناعي، ولكن نحتاج أن نتبناه من خلال وعي. نعم هنالك مساحة بالفعل. نعم نريد أن نأتي بالسيد أحمد، عفوا علي على مقاطعتك. السيد أحمد، سمعنا أن البيانات هي خاضعة للانحياز بسبب البشر، ولكن علي قال إن البيانات هي الأصل الأهم. أنت مختص في البيانات، هل لك أن تتحدث عن هذا الأمر؟ دعوني أبهر إذا ما صح التعبير المسألة بعض الشيء. تذكروا النقاش المرتبط بالمجهول غير المعروف والمعروف غير المجهول. إذا ما نظرنا إلى الخوارزميات فإن هنالك أمور معروفة ولكن لا نعرفها، وإذا ما استخدمنا الخوارزميات التقليدية فإن هذه المعلومات يمكن أن نأتي بها من خلال البيانات، ولكن التعلم عن طريق الآلات يوفر لنا قوة إضافية، أي ننظر في المجهول الذي نجهله، الأمور التي لم نعرفها ولم نعرف أننا لم نعرفها. إذن من خلال النظر في هذه البيانات يمكن أن نستخدم الخوارزميات ونستكشف تفاصيل لم نكن نعرفها مطلقا. إذن دعوني أضع الأمور في سياقها. روعة اليوم بطبيعة الحال قالت أنه من اللطيف أن نمنتج الفيديو لكي نصل إلى جزئية ما من الأرشيف خلال ثوان. هذا ممكن بالفعل، ولكن هل يمكن أن أحدد مزاج الشخصيات في الفيديو، أو هل أستطيع أن أرى فيديو لطفل مصاب أو طفل يبكي أو فيديو لا أدري عن ماذا أبحث فيه؟ هذه الأمور ممكنة باستخدام تكنولوجيا اليوم، ولذلك فإن إحدى الأمور التي نعمل عليها في مؤسسة البحثية، وهي طبعا جزء من المدينة التعليمية جزء من مؤسسة قطر، نحن نعنى بالحوسبة الاجتماعية وأيضا تكنولوجيات اللغة والترجمة، وجميع هذه التفاصيل تعتمد على خوارزميات الآليات، وهنالك بيانات
والخطورة التي أراها هي أن المشكلة معقدة، وهناك الكثير من التفاصيل الدقيقة بشأن تدريب الخوارزميات وكيفية نمذجة البيانات، إلا إذا ما كنا غير مستعجلين يجب علينا أن نتوخى الحذر بالفعل. إذا بطريقة أخرى، فإن التدخل البشري منذ البداية في محاولة تعريف الكفايات والمخرجات المحتملة مهم للغاية. إذا لم يتدخل البشر فإن الأمور سوف تفرد من عقلها، صحيح؟ نعم. وهناك مثال آخر، في عام 2016 مايكروسوفت، وزميلي يعمل في مايكروسوفت، أتت بشيء يسمى تي، وكان ذلك أمرا ذكيا، ولكن كان هنالك تعلم مستمر من خلال التفاعل مع الجمهور والمستخدمين. أصبح الناس أكثر خبرة. طبعا هنالك تي وهدفه كان مرتبطا بتعزيز شهرته، وخلال 16 ساعة فقط استطاعت هذا التطبيق أن يصبح مثيرا للجدل، وبالتالي أصبح أكثر شيوعا. هنالك مصطلحات معدل السامية ومصطلحات أحيانا تكون نابية، وبطبيعة الحال هذه التغذية الراجحة أتت من الجمهور الذي اعتمد على الذباب الإلكتروني وحاول أن يتداءب معه، ولكن أنزل هذا البرنامج بطبيعة الحال ونحي جانب بعد 16 ساعة. إذن إن عملية التعلم الذي حصلت خلال تلك التجربة أفضت إلى انحيازات مرتبطة بالبيانات واستخداماتها. إذن الأمر غير مرتبط بتجهيز الآلات، ولكن أيضا التنفيذ، كيف يمكن إدارة هذا الأمر؟ لا أعتقد أن هناك إجابة. إذن هذا النقاش هو مثير للاهتمام. لقد قارنا في اليومين السابقين الإعلام التقليدي في مقابل الشبكات الاجتماعية المعاصرة وما إلى ذلك، وطبعا لا شك في أن الاثنان يلتقيان. كل وكالات الأنباء هي تستند إلى التكنولوجيا. الإعلام التقليدي لابد أن يكون أكثر ذكاء في كل المجالات التي تحدث عنها ياسر قبل قليل، خلق هذه الفقاعات وهذه الأرشاح المختلفة للفصل والتمييز ما بين الأشخاص المختلفين الذين يدخلون إلى هذه الشبكات. ليس هناك نقاش يجري فيما يخص الإعلام التقليدي والرقمي، إن الاثنان أصبح واحدا. إذن هذا أمر يقودنا إلى ما أثاره علي في البداية. ما بإمكاننا أن نستفيده في هذه النقاش هو كيف بإمكاننا نتعامل مع هذه البيانات، لكن ما الذي يحدث فيما بعد، والذي هو ربما يكون مثار بعض التأثير ومحل تحيز. لست أدري ذلك بسبب التدخل البشري أو التدخل التحريري. علي، بعدما سمعنا هذا التعليق، ما هي أفكارك فيما يخص هذا الجانب؟ أنا أتفق مع بقية المتحدثين هنا في هذه الجلسة. أعتقد أن المجال طويل أمامنا، ليس بإمكاننا أن نحكم على كل من هذه المخرجات. فيما يتعلق بهذه الرحلة، الرحلة التي سنخوضها فيما يخص الذكاء الصناعي، يتتعلق بالتدخل البشري. هذا المصطلح تكرر، لكن هل بإمكانك أن تشرح بالنسبة للجمهور ما الذي يعنيه بوكالة أو مستوى التدخل في عملية اتخاذ القرار؟ إذن التدخل في العمل من خلال
العنصر البشري. إذا كنا قد وفرنا الكثير من البيانات لخوارزمية معينة، فإننا ننتقل إلى مكان نكون فيه قادرين كمهندسين أن نحدد طيف الواسع من الأجوبة الخاصة بهذا السؤال ونحددها حسب المدخلات. إذن قوة التعلم الإلكتروني أو الذكاء الاصطناعي لا تحتاج أن تقوم بذلك، أنت تقوم باستكشاف ما يجري، والكثير من التقنيات تساعدك على ذلك. وكلما تطورت هذه الأنظمة وعندما يكون هناك تداخل ما بين الأنظمة المختلفة، إذن فهم القرارات وأين تتخذ هذا يصبح صعبا. كان هناك الكثير من النقاشات حول التحيز، لكن هناك بعض الأشياء التي تكون مهمة. عندما يكون لدينا شفافية، ليس فقط أين تستخدم هذه الخوارزميات وإنما كيف ستستخدم، كيف بإمكاننا نفهم المنطق حول هذا البناء. التأكد أنه لم يكن لدينا أي فهم حول مسألة المتعلقة بالمساءلة وكيف تتجلى هذه المسألة وكيف بإمكانها أن تتداخل مع هذا النظام. كل هذه الأشياء لابد أن تكون مرتبطة ببعض البعض. إذن المساءلة، الشفافية، عدم التحيز، هذه ليست أمور جديدة بالنسبة لوسائل الإعلام. الإعلام تعامل مع هذه المصطلحات. إذا لدينا تجارب لابد أن نحاول أن نستند إليها. إننا لا نتحدث عن أشياء جديدة، وإنما نتحدث عن أمور موجودة أصلا في وسائل الإعلام. وبالتالي الوظيفة الأساسية هو أن نأخذ خطوات ونتأمل بشكل مستمر الأشياء التي تتحدث عندما نحاول أن نوسع نطاق العمل. عندما نتحدث عن مفاهيم المساءلة والشفافية والسيطرة التحريرية في العالم الإعلامي التقليدي الذي نعمل جميعنا به، لدينا وضوح كبير حيال هذه المفاهيم وتطبيقها وممارستها، لأن الشركات لديها مدونات السلوك، وكذلك لدينا قواعد ولوائح تنظيمية وجهات تنظيمية كذلك. إذا كانت هذه المفاهيم كما اقترحتم، إذا ما بقيت ذات صلة، وربما هذا أكثر أهمية في هذا العالم غير المعروف الذي ندخله، كيف عمليا بإمكاننا أن نطبق وننفذ مثل هذه التدابير؟ ما هي أفكارك حول هذا الأمر؟ فقط سؤال صغير. هذا سؤال كبير في حقة الأمر. أريد كذلك أن أعلق بشكل سريع جدا حول المثال الذي أثرته حول التجارب غير الجيدة التي خضناها مع هذا الذباب الإلكتروني، خصوصا عندما نحاول أن نخلق هذا الذكاء الاصطناعي من خلال الحصول على تابعين على الإنترنت. ربما قد يمضي الأمر باتجاه لم تتوقع أو حتى لم ترغب به، ولأننا قمنا بجعل الذكاء الاصطناعي أولوية كبيرة بالنسبة لاستثماراتنا، نحن نفكر كذلك بالجوانب الأخلاقية والمبادئ التي لابد أن نستند إليها فيما يخص الذكاء الاصطناعي. وأحد هذه المبادئ كما قلت في البداية أنه لابد لا تكون حياة هذه التكنولوجيا منفصلة، وإنما لابد أن تكون لدعم عملية اتخاذ القرار البشرية، بدلا من ترك المسألة تماما للآلة. إذا ما تركنا الأمر كاملا للآلة حيث نريد أن نقوم بذلك في أحد الحالات، إذا من منظورك الصورة بالنسبة للسيارة، أعتقد أن ما تقوله أن هناك دور تلعبه الروبوتات كجهة داعمة للنشاط الإنساني. نعم، هذا هو رأينا. رأينا أن يكون الذكاء الاصطناعي أن يكون داعما للذكاء البشري. نحن لسوء الحظ تخطينا هذه المرحلة. كلما يتم تصميم الآلات بناء على الذكاء الصناعي والتعلم الآلي، كلما أصبحت مستقلة هذه الآلات، كلما كانت مسؤولة أكثر عن قراراتها. السيارات المستقلة ليس الآلة ليس لديها رخصة قيادة. والسؤال الذي يطرح، إذا ما يكون هناك حادث، من سيكون المسؤول في هذه الحالة؟ في نهاية المطاف لابد أن ننصل إلى مرحلة
ربما ليس في مرحلتنا الحياتية لكن قريبا الذكاء الصناعي وهذه الآلات المستقلة لابد أن يتم إعطائها هوية، بمعنى أن تكون مسؤولة كما هو الشأن بالنسبة لنا. إذن هذه السيارة التي تكون مستقلة تكون لديها هويتها القانونية، مثل ربما رخصة قيادة وكذلك شهادة تأمين أو بوليسة التأمين. هناك مفهوم آخر نريد أن نشرحه للجمهور، حيث أن الذكاء الإنساني أو عفوا الآلي أو الصناعي يتخطى العلم أو الذكاء البشري. طبعا هذا يعتبر من ضرب خيال العلمي، وتكون هناك خوارزميات هي التي تتخذ القرارات، وكلما أصبحت قوية كلما احتاجت أن تكون لها هوية، وإلا كيف بإمكاننا أن نعمل معها؟ الآلات هي التي تتخذ قرارات حول ما إذا كان الشخص يتم الاستعانة به في العمل أم لا، يتم توظيفه أم لا. وإذا كنت ستلاحق في مرحلة ما، من ستلاحق في هذه الحالة؟ من ستحاسب؟ إذن هناك مفهومان هنا، من جانب أنت تقترح أننا نسميها آلة التي ستكون لها هويتها ومسؤوليتها وكذلك قدرتها على الملكية. بإمكانها أن تملك المعلومات وتنفذ بعض الحقوق، وبعد ذلك تكون مملوكة من قبل شخص أو من جهة مؤسسية نعرفها، التي بإمكانها أن تضغط على زر الإقفال عندما تسوء الأمور. إذا ما تذهب إلى شركة لملاحقة الشركة، هل تلاحق الشركة؟ لكن في نهاية المطاف هناك شخص، لم نصل إلى هذه المرحلة. لكن بعد ذلك ما أقوله، إذن لابد أن نرد على هذا السؤال في المدى القصير، لأن لدينا سيارات تقود نفسها بنفسها، وكذلك لدينا بعض سيارات الأجرة كذلك. هل هناك زر لضغط الإقفال أو إنهاء المهمة؟ يعتمد على نوع الذكاء الاصطناعي الذي نتحدث عنه حتى في الأنظمة الحالية. إذن المعضلة بالنسبة للسيارات المستقلة، عندما تكون السيارة تواجه وضعا محددا حيث يكون هناك فقط خيارين أساسيين، إما أن يكون هناك حادث ضد طفل أو رجل مسن. إذن في هذه المطاف عندما يتم اتخاذ القرار من سيكون مسؤول؟ لكن عندما تكون هناك منصة تم تدريبها وتعمل، بإمكانك أن تلاحق الشركة. هذه أسئلة أساسية لم يتم الإجابة أو إيجاد الرد عليها. تي لم تكن مشروعا فاشلا، هي مشروع ناجح لأنها فسحت المجال لحل قضايا فلسفية كان يحتاج المهندسون أن يتعاملوا معها. إذن كيف بإمكانهم أن ينظروا إلى القيم والأخلاق؟ هذه مفاهيم نفهمها نحن كبشر، لكن نحتاج أن نجدها وندونها في منظومة أو خوارزمية. علي، لديك رأي حول هذه المسألة؟ أريد أن أعلق بالقول. إذن فهم الأدوار، أدوار الجهات التنظيمية السياسية وما إلى ذلك، هذه من الأمور التي لم يتم البت فيها بشكل كامل. الناس يحاولون أن يأخذوا مقاربات مختلفة كلما تطورت التكنولوجيات وتم نشرها، لكن هناك ثلاثة أشياء بإمكاننا نقوم بها حتى نكون جاهزين لهذا التطور. الشيء الأول، وفي سياق أننا نحتاج أن نبدأ، لابد أن نحدد أولا الوجهة. في البي بي سي قلنا أننا نريد أن نطور خدمات تكون مسؤولة ولصالح الجمهور، بمصلحة الجمهور. نريد أن نعرف كيف بإمكاننا أن نسلم هذه الخدمات ونقدمها للجمهور، ونطور خدمات التي تساعد تعزز وتدعم الجمهور. وعندما نقوم بذلك نحن نبدي مجتمعات للأجمهور
الأشخاص الذين يفكرون بشكل متشابه. بإمكانك أن تدون تلتقي بهؤلاء الأشخاص. هناك الأشياء كثيرة بإمكانك أن تقوم بها عملية لاستكشاف هذه الوجهات المختلفة. انظروا كذلك إلى العمل الذي يجري فيما يخص مدونة السلوك وما تقوم به الحكومة البريطانية، مجلس العموم، مجلس اللوردات وما إلى ذلك. إذن هذه القضايا كلها التي توفر لنا إطار، لدينا اللوائح التنظيمية والإرشادية الخاصة بالبي بي سي والجزيرة لديها كذلك مدونة السلوك والأخلاق الخاصة بها. إذن تطوير مهارات المهندسين ليس فقط من حيث المهارات التقنية والفنية، وإنما كذلك الأشياء الأخرى التي لابد أن يفكروا بها. ما هو الأثر الذي سيكون على المستخدم؟ فكروا كذلك في الفشل الذي ربما قد يحدث. كيف بإمكان هذا النموذج أن يعمل بشفافية؟ حتى لو لم تفهم النماذج الرياضية، لابد كذلك أن نأخذ بعض الخطوات، وكذلك أن نثقف كل الأطراف أخرى ونرفع مستوى المعرفة حول هذه التطورات. هذا مهم. عندما ندرك هذه المسائل المختلفة، لابد أن نفهم كيف أنها ستستخدم، وبعد ذلك بإمكاننا أن نفهم التحديات المحيطة بالأمر. من جانب آخر، وهنا أريد أن أتحدث عن التوعية في سياق الإنترنت بشكل عام. هناك توعية واسعة النطاق حول الإعلام. هناك طبعا أشياء محدودة على المستوى العملية، وهناك التوعية تحسين معرفة الناس فيما يخص استخدام الإعلام، وكذلك تثقيف الناس فيما يخص الذكاء الاصطناعي. أريد أن أفسح المجال للجمهور لأن الوقت بدأ يداهمنا. هناك ميكروفونات. هل هناك سؤال من الجمهور؟ لدينا سؤال هنا. إذن الرجاء فلتعرف بنفسك ولمن تريد أن تطرح السؤال. شكرا. اسمي تنبيسة، مركز جزيرة للدراسات. ما قاله الدكتور أحمد هو مثير للاهتمام، وهو أخافني وأرعبني خصوصا عندما شاهدت فيلم آي روبوتس الذي مثل فيه ويل سميث، وأعتقد هذا من المحتمل ما سنراه. لكن السؤال، أكره أن أتحدث عن اللوائح التنظيمية كصحفي، لكن تشجيع عالي للنقاش في هذا الأمر. نحتاج أن يكون لدينا مهندسين وعلماء اجتماعيين، الجميع يشارك في هذا النقاش، لأنه نقاش فعلا خطير. عندما يكون هناك أشخاص مثل إيلون ماسك من تسلا، والذين حذرونا حيال هذا الذكاء الاصطناعي، إذا لم ينظم أو يتم إدارته بشكل صحيح، ربما قد يقودنا في حالات أو إلى حالات صعبة. والبعض يريد فعلا أن يثور ضد مثل هذه الأبعاد إذا ما تم استبدالنا بمثل هذه الروبوتات. هل تتفقون معي؟ ربما نحتاج أن نرفع مثل هذا النقاش إلى مستوى الأمم المتحدة. بمعنى، هل بإمكاننا أن يكون لدينا مثل هذه النقاشات غير المنظمة، يقودها مهندسون فقط، ونحن من لسنا جزء من هذا المحفل، محفل المهندسين وكذلك نخبة علماء الحوسبة وما إلى ذلك؟ أعتقد أن هذا الأمر يحتاج أن يشرك فيه كل الأطراف. نحتاج أن نوسع الإطار إلى مستوى وطني دولي ربما ليستخدم فيه. أعتقد أن هذا بدأ يحدث، ويحدث على مستويات مختلفة ومستويات مختلفة من المجتمع. كنت في سان فرانسيسكو في يناير، وسائق أوبر قال لي إذا كان هناك دفع أو قيادة السيارة بشكل مؤتمت، كان يتساءل ما سيحدث له. هناك كذلك مناقشة للأمر كذلك على مستوى المنتدى الاقتصادي. إذن المسألة لا تتعلق فقط بالتنظيم، هذا من جانب، أو هذا
بعد، ما بإمكان المؤسسات لتؤثر أو كذلك تخلق البيئة لتطوير التكنولوجيا بطريقة تدعم تعزيز الوضع الإنساني. ما هو الزخم الذي نحتاج إليه؟ أنا كنت واضحا حول ما تفكر به البي بي سي وكذلك مايكروسوفت، يتحدثون ما الذي يقود هذه العملية، عملية التطور، هل هي العائدات؟ لا تختبئ وراء هذه الأشياء التي سيتم تصنيعها. إذن لابد أن يكون الجواب نعم، لكن لابد أن تكون هناك مشاركة لقاعدة جماهيرية وتكون هناك شفافية. أعتقد ولست متأكد عن فيما يخص موضوع الأمم المتحدة، أعتقد أننا لا نخوض نقاشا جادا، وهذا مثال هو لا يتم الحديث عنه بشكل صحيح. فريق جوجل لقد طور خوارزمية للتعلم الذي فعلا خسر أمامه الأهم شخص، وهذا تم دعمه بشكل كبير جدا. ونفس الفريق توصل إلى خوارزمية جديدة يسمونها ألفاجو زيرو، وما قاموا به هم أنهم أعطوا قواعد اللعبة وتركوا المجال للآلة تلعب مع ذاتها. لم يحصلوا على أي معارف أو معلومات من أي جهة أخرى، إنها تعمل مع ذاتها، وبعد ذلك تعلمت الآلة كيفية القيام بلعب هذه اللعبة، وقامت بلعب مع البطل وفازت 100-0. إذن ما هو الدرس الذي بإمكاننا أن نتعلمه؟ ما تقوله الورقة أو البحث أن الآلة الجديدة طبقت أساليب جديدة لم يكن يعرفها الإنسان من قبل من أجل الفوز في هذه الألعاب أو المسابقات. إذن حتى الآن بإمكاننا أن نقوم بإنشاء آلات أو أجهزة، وفيسبوك كذلك أنشأت نفس الجهاز، آلتين تتحدثان إلى بعضهما البعض، وقاموا بإغلاق الأجهزة لأنهم تخوفوا وذعروا من الأجوبة. نحن في عصر يسمح لنا بأن نقوم بإنشاء آلات لم يكن الإنسان قادرا على القيام بها، ونتحدث عن كيفية تنظيمها. أعتقد أننا تأخرنا، الوضع هو خطير للغاية. نحن لا ننتظر الذكاء الاصطناعي، لا، نحن لا نزلنا في هذا الإطار الضيق وهو خطير. فماذا لو انتقلنا إلى الذكاء الخارق أو الذكاء الأوسع؟ إن هذا الذكاء سيأتي بعد 20 أو 25 سنة، وسنرى هذا الجيل والكثير من الخبراء يقول أن ننتقل من هذا الجيل إلى الجيل الذي سيستخدم الذكاء الخارق، فإن الآلات ستكون ذكية للغاية لدرجة أنها تتمكن من أن تصل إلى مستوى خارق. نحن لا نتحدث عن 100 سنة من الآن، نتحدث عن 20 أو 25 سنة، وهذه النقاشات كان لابد أن تجري أمس وليس اليوم. أعتقد أن الأمر الآن خرج عن السيطرة، وإعادة الأمور إلى نصابها ليس ممكنا. أعتقد أن الأشياء بدأت تتحرك والأشياء تتواصل، إن الأشياء لن تحدث غدا، وإنما تحتاج إلى الكثير من السنوات، وبالتالي نحتاج أن نقوم بالتكيف. أنا أعتقد ولا أتفق مع تشاؤم إيلون ماسك، لا، أعتقد أنه إذا نظرنا إلى الوراء، إلى الثورة الصناعية وكذلك إلى محرك البخار وما إلى ذلك، كل الخطوات المختلفة، فإن الناس دائما ينظرون إلى التكنولوجيا الجديدة على أنها مصدر تهديد، لكن في نهاية المطاف تمكننا من استغلال هذه التكنولوجيات والاستفادة من هذه التكنولوجيا واستخدامها من أجل ما هو أفضل بالنسبة للإنساني. أعتقد هكذا سنمضي فيما يخص هذه المسألة. فيما يخص إعطاء الأمر كله بيد الآلة، ما يسمى بالسينجولاريتي، هو بعيد عن هذا الأمر، لكن أعتقد أن الأشياء ستحدث بشكل مستمر يسمح لنا بكيفية الاستفادة وكيفية تبني هذه التكنولوجيا. في نهاية المطاف
لن يكون لدينا غياب لغرف الأخبار، لا، لكن سيكون لدينا غرف أخبار أكثر ذكاء، أكثر فعالية ونجاعة، بإمكانها أن تسيطر على الحقائق وتقوم بالتحقق من الحقائق بشكل مؤتمت. أنا متفائل كما هو شأن بالنسبة لزكربيرغ أو بيل غيتس أكثر منه من آلون ماسك. أعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو ليس الثورة الصناعية. أنتم تفهمون هذا المجال أكثر مني لأنكم تعملون في هذا المجال، لكن سرعة التطور في الذكاء الصناعي يتجاوز أي شيء قمنا به في السابق. ومن تجربتنا في حياتنا، الطريقة التي يتحرك بها الجهات التنظيمية هي أبطأ من تطور التكنولوجيا. أتحدث عن اليوم، عن الآن. بالنسبة لي، عندما تكون لدينا آلة قادرة على أن تخلق نوع من الخبرة والمعرفة لم تتم في السابق، هذا خطير. أنا لا أقول أن نقتل هذه التكنولوجيا، كلنا من أجل الابتكار، وهذا شيء لابد أن نقوم به، لكن النقاش المتعلق بالجهات التنظيمية والسياسية لابد أن تكون بنفس وتيرة تطور الجوانب الأخرى. لابد أن نتوقف هنا. أعتقد أن الأمر خرج عن السيطرة. هناك حاجة ملحة للنقاش. الأمور ليست كلها سيئة، هناك فرصة إيجابية بالنسبة للإنسانية. النقاش كان رائعا. أنا آسفة لم يكن لدينا الوقت للمزيد من الأسئلة. أنا متأكد أن هناك الكثير من الأسئلة يمكننا نطرحها. هذا تعتبر بداية لنقاش طويل الأمد، نسعى جميعنا لمواصلته. وهنا نصل إلى نهاية هذه الجلسة. رجاء نشكر جميعا المتحدثين في هذه الجلسة وبطريقة تقليدية. شكرا جزيلا لكم. Thank you very much for this lovely panel. So you know their faces. If you still have questions, you can go for them during lunch break. It's 1 hour, 1:20. So it's 1 hour. Sorry, I thought that this one was working. So you know their faces. If you still have questions, you can go. إذا كانت لديكم أسئلة، يمكنكم أن تتحدثوا مع السادة. نعود بعد الساعة. الساعة 1:30. الساعة 1:30.